السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. النهاردة جايبة لكم كتاب الأضواء في العلوم للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول المنهج الجديد سنة 2023. وزي ما تعودنا وزي ما وعدتكم أنا بنزل على القناة كل الكتب الخارجية، جميع المواد جميع الأنواع، سواء كان عربي علوم عربي رياضة علوم دراسات إنجليزي ماس ساينس إنجليزي كونكت وكونكت بلس، جميع المواد عربي رياضة علوم دراسات قصدي الأضواء سلاح التلميذ الباهر الماهر قطر الندى الأضواء استبقى هند كل الكتب الخارجية اللي ممكن تتخيلوها ادخلوا على القناة هتلاقوها موجودة قناة ماما وزياد التعليمية. كل اللي عليك ان انت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة او تخصيص للجرس علشان بمجرد ما انزل اي فيديو جديد يوصل لكم على طول، عشان في ناس بتقول لي الفيديوهات مش بتوصل لي علشان مش بتعملوا تخصيص للجرس. اهم حاجه بس علامه التخصيص، وانا بمجرد ما بيوصل لي الكتاب او جزء من الكتاب لازم اشارككم معايا وانزله على القناه وعشان اتابع بعد كده نتابع شرح الدروس مع بعض. ويا رب الكتاب يعجبكم وتتفرجوا عليه للاخر وتدخلوا على القناه هتلاقوا بقيه الكتب موجوده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، قناه ماما وزياد التعليميه.